سياحة ثقافية، علاجية، استشفائية، حضرية، رحلة مليئة بالتشويق والمتعة والترفيه والتعليم. وجهتك ستكون الأردن، بلد النشامة المليئة بالكنوز السياحية. يمكنك فيها الاتجاه إلى شمال المملكة أو وسطها أو جنوبها، فهذه 12 محافظة تفتح أبوابها لك لتطلعك على آثارها التي تخبرك عن الحضارات المتعاقبة التي مرت على أرضها، وتريك بحرها وطبيعتها المليئة بالجبال والسهول والوديان وصحراءها الذهبية. وإذا بحثت عن المواقع السياحية في الأردن، فستجد أن الأردن قد سجل مكاسب وطنية هامة جداً في مجال تنمية السياحة وتطويرها. ففي النصف الثاني من القرن الماضي سجل موقعان هامان في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهما قصر عمرة ومدينة البتراء الوردية، والتي تم تسجيلها أيضا كواحدة من عجائب الدنيا السبع. وبعدها وفي النصف الأول من هذا القرن تم تسجيل 4 مواقع أخرى على ذات القائمة، وهي منطقة أم الرصاص ووادي رم وموقع المغتصي وآخرها مدينة السلط. الأردن يمتاز بكونه متحف مفتوح، لديه 28 ألف موقع أثري، ولكن لا يمكن أن نقوم على تسويق 28 ألف موقع أثري. هناك يجب أن يكون تخصص في بعض المواقع، فإدراج المواقع ضمن اليونسكو عالميا أعطى وأبرز لهذه المواقع أهمية بأن يأتي الزوار إليها. بالتأكيد البتراء مشهورة، البتراء هي المعلم الأساس للأردن، ولكن الأردن يمتاز بعدة مواقع سياحية أخرى أثرية وغير أثرية. البحر الميت ووادي رم هم مواقع طبيعية تراثية، تراث عالمي. البحر الميت فريد من نوعه، وادي رم فريد من نوعه، فهم هذه المواقع تكون الأساس لجذب السياح، ومن ثم يكون هناك تطوير للمواقع القريبة منها. كان القطاع السياحي ولا يزال على رأس قائمة الاهتمامات للملك عبد الله الثاني منذ توليه العهد وإلى اليوم، فقد كانت أولى القطاعات التي أولاها الاهتمام من خلال إطلاق استراتيجية وطنية للسياحة ما بين الأعوام 2004 و2010 بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. فالأردن موقع جغرافي أيضاً يتوسط ما بين الشرق والغرب، لدينا مطار تم بناؤه وتشييده خلال عهد صاحب الجلالة لتطوير السياحة، سياحة التي تربط الشرق بالغرب، فيمرون بالأردن ويبقون اليوم أو يومين لزيارة المواقع. شركة طيران مدعومة أيضا من صاحب الجلالة دوما برعايته أن تبقى الناقل الوطني وتقدم الصورة البهية للأردن. في الأردن أنواع السياحة كثيرة، ولكن أكثرها نمواً الآن هي السياحة العلاجية، فهي تمتلك سمعة مرموقة في الخدمات الطبية منذ 80s من القرن الماضي وإلى اليوم، بعد أن أقر الأردن اعتماده للمعايير العالمية في العلاج في هذا القطاع، ليصل عدد المرضى غير الأردنيين الذين يتلقون العلاج في الأردن إلى 200,000 مريض في عام 2022. وإلى جانب هذه السياحة العلاجية هناك سياحة دينية لإرث ديني مهم على أرض المملكة، فهي تضم عددا من الأضرحة والمقامات المهمة لعدد من الصحابة ممتدة من شمال المملكة إلى جنوبها، وفيها أيضا عدد من المواقع الدينية المسيحية أهمها موقع المغتصي الذي يستقبل الزوار والحجاج المسيحيين كل عام، إضافة إلى عدد من المواقع الأخرى. السياحة الدينية موضوع هام جدا، بالذات للسياحة الدينية المسيحية، بالرغم أنه موجود لدينا عدة مقامات للصحابة في الأردن في مختلف المناطق. السياحة الدينية تجذب العديد من السياح، وبالذات كون الفاتيكان اعترف بـ5 مواقع سياحية في الأردن لسياحة الحج المسيحي.
موقع أم الرصاص موقع مشهور دينياً للسياحة الدينية المسيحية والإسلامية، كون الراهب بحيرة كان موجود في ذلك الموقع. سياحة المؤتمرات، وفي عهد صاحب الجلالة أيضاً تم تشييد قصر مؤتمرات كبير في البحر الميت، فأصبح جاذب لسياحة المؤتمرات. وهناك فكرة أيضاً سيتم تشييدها قريباً، قصر مؤتمرات في عمان وآخر في البتراء وأرض معارض. سياحة المؤتمرات والمعارض تهمنا لملء الفراغات للتقليل من الموسمية، الموسمية السياحية للسياحة التي تأتي للسياحة الثقافية لا تملأ أشهر السنة بالكامل، فسياحة المؤتمرات وسياحة المعارض هي لملء الفراغات وللمحافظة على نسبة إشغال على مدار السنة. وفي الأردن أيضاً هناك 12 محمية طبيعية تسحر الزوار لجمالها وطبيعتها، فقد تم تحويل ما نسبته 5.2% من الأراضي الأردنية إلى محميات، والتي يزورها ما يقارب 1,000,000 زائر سنوياً. وإلى جانب هذه المحميات تمتد المتاحف الأردنية على طول المملكة فوق الأرض وتحت المياه، إذ يصل عددها إلى 68 متحفاً. ابتداءً من أم قيس وختاماً بالعاقبة، هذه الرحلة ستكون ممتعة غنية لك، خياراتها كثيرة، يفتح فيها الأردنيون أبوابهم لك لتتمتع بجمالها، فهي في الماضي واليوم وفي الحاضر كانت السياحة وستكون فيها رأس أولوية الاهتمام الملكي لتطويرها.